السلام عليكم ورحمه الله. كما كتشوفوا اليوم من مدينه ويسلان غادي نعطيكم من مفاجاه مول الكرافاتة. اليوم مول الكرافاتة اقدم واحد اللي تيمضي الجنوي في عيد الكبير، والخدمه ديالو هي تحدات هذا الصنعه ابان عن جد. مول الكرافاتة كما كتشوفوا معنا اليوم اقدم واحد في مدينه ويسلان. الى دخلتوا للقناه عندنا اليوتيوب غادي تلقاو تقريبا 4 سنين هذه ولا 5 سنين نفس الكرافاتة. هذه الكرافاتة خاصه كتجبد غير نهار العيد، واليوم سرقوها لك اخرى، ولكن هذه راه اختها الشبه ديالها بحال اللي قلتي فوتو كوبي. هذا هو جدا انتوما كتشوفوا كيما تيمضي الجنوي. راه عندي الصندوق قال لي انا وخويا الصغير قال لي جيب كرتي بالتسبيح البصله والرخاء. مرحبا. مزيان. حرام ولدي. الله يكبر فيكم يا حبيبي. حرام ولدي ولد الحرام. انا الكرافاتة هي باش معروفين احنا كل عام. الكرافاتة هي باش معروفين اخويا. جدا. دابا بنادم تيجي ديما تيقول له سير عند مول الكرافاتة. عندك تفوت الكرافاتة واخا راه سرقوا لي ديك القبيجة ولكن ما تخافش عاوتاني الكرافاتة مهلية فيها. اه ودينا بالبعير الاحمر ديال اليوم دابا في الخليج. انا راه نقول الحسن راه عندي شي 12 عام راني صار مارس هذه المهنه هذه. اه ديال الوالد. جينا جينا قال جبتكم في البطاطا. ها؟ غير عيد كبير. غير عيد كبير راه عندنا تحدات. عندنا المحل ديال تحدات تنخدموا فيه هذا الشيء، تنخدموا مع الجزاره مع كلشي. اللي بغا فين غيجي عندك اخويا مول الكرافاتة. بغا فين؟ اه السويقه القديمه اللي مور الكوميساريه. راه اقدم سويقه. غادي يقول لك البلاد فرق ما بين الرحه ديال الماء مع الرحه ديال الضوء. شنو الفرق اللي بيناتهم؟ هذه كتمضي الحولي ما كيحش بالذبحه، داك الشيء تيكون رطب، كتطلع الجنوي مزيان. الاخرى كتخلي عاوتاني الجنوي حرشه، كتخلي الجنوي حرشه والخيط ما تيموتش، تبقى الخيط طالع. هذه عاوتاني كتريق الجناوه كترطبهم حتى الحولي ما تيتعذبش. نسيت الحولي ما تيتعذبش. وليتي مضي عندنا هذا العام تيجي العام الجاي. تيقول لك راه تبارك الله داك التمضي اللي مضيتي لي العام اللي فات راه زوينه راه هذه. تيجي تيقول لك هذه الحرفه هذه راه موروثه ماشي الجدود من هذه راه ربي اللي تيعلم بهذا. ماشي غير جايين وتنخدموا معاهم بنيتنا. وراه الناس راه عارفين دابا السكينة د ويسلان راه عارفين، تتقول لهم الحداد راه معروفين. غير هي علاش انا تندير هاد الكرافاتة هادي باش دابا كاين بعد شي واحد اللي ما تيعرفكش، ولكن اللي تيعرفك شنو تيقول له؟ تيقول له سير عند مول الكرافاتة غتلقاه في الروف، سير عند مول الكرافاتة. فهمتي هذاك الشيء اللي كاين. راك عارف اجواء العيد هو هذا، كل شيء تيتكل على الله وكل شيء تياكل طريف الخبز وكل شيء تيعيش. شنو الرسالة اللي تبلغ ساكنة ويسلان بعيد الأضحى؟ ساكنة ويسلان الله يكفر بكم كما تتكبروا بنا. إيوا وراك عارف أنتم راكم خوتي وراه حنا ولاد ويسلان، وتحياتي لناس ويسلان. سولا تنحيي ولاد ويسلان كلهم وعيالة ويسلان وكلشي تنحييهم. هم غير العيد فين غترحب بهم في المحل ديالك؟ إن شاء الله في السويقة القديمة. السويقة القديمة اللي كانت قديمة فيها البرارك اللي مور الكوميسارية. بس من مور عيد الأضحى كنخدموا مع البناية مع الفلاحة، نصوبوا لهم داك العتالي الفيسان مع البناية السرجوانات. المهم تنخدموا مع كل شيء. خلاص الخياطة تنمضيو لهم القوصة عاوتاني، الجزارة تنمضيو لهم الجناوة. هذا هو اللي كاين. تنخدموا مع الدجاجية مع كل شيء. تعطينا بالنسبه للماكينه خويا مول الكرافاتة. مرحبا حبيبي الله يكبر فيك. بالنسبه للماكينه الماكينه راك عارف دابا هذه هي كنت جبتها من الكاموني. الاختراع ديالها كانت ديال السلسله، ولكن انا درت لها هذا الاختراع هذه دابا عندي خاصه. هاد الماكينه هي قديمه في نفس الوقت بروفيسيونيل. ما كايناش دابا ولا تشعب ما كايناش عند شي واحد دابا هادي. واخا كاينين ديال السلسله فهمتي مصوبينهم عاديين. انت ضرب شي صوره لتحت باش تشوف كيفاش دايره. كاينين ديال السلسله هادي كنت جبتها من الكاموني انايا. فهمتي كنت جبت وحده من الكاموني ديال السلسله، ولكن هادي اختراع ديالي. اما جبتها انا غير السلسله. شحال كدير من الكيلو دابا هادي تقريبا؟ هادي دابا راه كتجوز مثال ديك كتجوز 70 كيلو. فهمتي كل وحده على فاش تنقص عاوتاني تنقص الوزن ديالها.
اما باش تكون كبيره كتكون حتى 70 كيلو 80 كيلو. ولكن هي بالنسبه للصمديه ارفع حاجه. ارفع حاجه لحقاش تندير لها الرورمات تندير لها تجي ساهله حتى في الخدمه. ماشي بحال العاديه ديال الفيداره. وبالنسبه للشواقر والمقادير اللي جات ليها. وهذوك عاوتاني راه خدمتنا هذوك تنخدموهم وتنبيعوهم. واللي عنده اللي عنده تنخدموا معاه واللي ما عندوش تنخدموا معاه وتنتعاونوا مع المسكين. وجودة ولا حاجة؟ لا الجودة ما كاينش الجودة. معروف انت بالجودة. هذا العام هذا مدك الشواقر مدك. هذا العام هذا صوب له جوج انواع. شوف ويس ديال الحرش. ويس ديال الحرش وديال الرش. ويس ديال شي وحدة نشوف. مد الاخر الاخر شوف شوف. الاخر هذاك هذاك اللي في جنب الشارع اللي في جنب المجمر. هذا الصنع ديالك اخويا. انت هذا. هم اللي صنعتوهم. هذاك 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 هذا هادو العاديين حتى هما زوينين. هادو 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 مزيانين هادو عاديين ولكن حتى هما مزيانين غير هادو اللي كنا صوبنا دابا ديال الارب هادو هادو الكاردا ديال الطونوبيل تقريبا ديالو. هذا هو تنبيعوه ب 40 درهم وهذا ب 700. هذا راه العام اللي فات كنا تنبيعوه غير ب 30 درهم هذا العادي. ولكن العام اللي فات ما صوبناش هذا هذا العام هذا صوبناهم بجوجهم. الحديد زادوا ما راك عارف دابا مع هادشي تزادوا هادي داك الشيء علاش دابا حنا راه مع هاك حتى هادو ليه الساكنه هادو الاسلام غير ما بغاتش تبرع اصلا. انا ما بغاتش تبرع معروف هو بالجوده. اما داك الحمار وهادو ديال الشين هو ما صالحينش. راه شحال من واحد تيد داك الحمار تيتهرس له دغيا ما تيكملش. هذا السين هذا تيبقى ديما الاخر وكاين بعد شي واحد تيتشطر على 600 ولا على 800 ولا على 700 تيدي واحد 300 ولا 400 ولا ما تيقملوش حتى القرن تيبغي يضرب القرن تيتفرس تيتهرس لحقاش هو مصوب من لافوند فهمتي الحرفه ورتاع الوالد ديالو ان هذا طورها مصوب على لافوند. ايوا المهم الله يكبر بالعالم. خلاص هذا السي حمزه ولد ابو الحداد خو مول الكرافطة المشهور هما تقريبا هذه حرفه ديالهم مهنه ابن عنجد في مدينه ويسلان ناس الله يعمرها دار ديال الكرام. واليوم غادي نشوفوا خو مول الكرافطة شنو غادي يقول لنا حتى هو. سي حمزه شنو كتقول لنا اليوم؟ واخويا الاجواء د العيد هما هادو. انا راني توحشت هاد الجو هذا ثلاث سنين ما عشت. دابا حنايا دابا النيت راه حنا خرجنا وحنايا دابا راه حنا دابا عايشين النيت معاهم تنقلبوا على طريف ديال الخبز. شنو الرساله اللي كتبلغ لساكنه مدينه ويسلان في هاد العواجر هادي وفي العيد؟ ساكنه ويسلان تنموتوا عليهم وفيفا لخوتنا فهمتيني مكان سافور. ايوا واش غادي نقول لك تما بوبو هو سر مبروكه وتعيدوا باش تتمناو بالصحه وبالراحه وباش تتمناو ان شاء الله. وفي خاطر خويا جواد جواد القشاش هبط لعندو بغيت نمشي سمويا اسير اخويا مرحبا. حمزه اخيره الكلمه الاخيره هي دابا تيخص دابا الناس فهمتيني يتعاونوا مع هاد الناس ديال النظافه وينقيو معانا فهمتيني البيئه. ودي ديكاس الاولاد الوزين ولاد الدخيسه تحيه ليهم صافي.